لأول مرة ننشئ صندوق خاص لدعم المحافظات الأكثر فقراً، والتي تحدد من قبل وزارة التخطيط بموجب المسوحات السنوية. هذا الصندوق سوف يعالج هذه الحالة، حالة الفقر في هذه المحافظات. ومثل ما ذكرنا في أكثر من مناسبة، نحن أمام الفقر متعدد الأبعاد، ليس نقص الدخل المعيشي، وإنما خدمات التربية والصحة والسكن، هذه مهمة جدا حتى ننهض بهذه العائلة ولا نساهم بشكل غير مباشر في توريث الفقر.